معكم آلاء بن كروم 23 سنة مختصة في الكيك ديزاين ولاير كيك وميني كيك. صراحة خديت هاد الفكرة أنني نبدأ في هاد الدومين هذا، في الأول بديته كهواية مي أبخي طورت هاد الشي فاش تعلمت دوز دي فورماسيون قريت عليه اكتشفت فيه بزاف ديال الحوايج اللي زوينين صراحة خاصهم أن الإنسان يتعلمهم وأبخي إن شاء الله غيزيد به القدام. بديت هاد الشي في تقريبا الأول ديال 2019. في الاول ضروري كيكونوا الصعوبات مي الحمد لله داكشي كنتاقلموا معاه كنولفوه وابخي كنبداو اننا بشويه بشويه كنزيدوا درجه لقدام. في الاول بدا عن حب هذا الميدان صراحه، في الاول بديتو على اساس انني كنبغيه وكيعجبني وكنت كنشوف ماما انها كتصايب لي غاطو وداكشي فشحال هادي وكان كيعجبني ندخل معاها في هادشي. مي ابخي ملي شفت انه صراحه فيه الفلوس وكما كنقولوا انه غيزيدك القدام بزاف وغيحقق لك بزاف ديال الحوايج كنتي كتمنيهم فيا فين بديت فيه مزيان. كنبغي نقول هاد الناس اللي بغاو انهم حتى هما يبداو يخدموا من الدار، صراحه غير البدايه اللي كتكون صعيبه كنشجع اي وحده باغا تبدا في الاول، غير هو خاصها تولف شويه وتفرسي على راسها حيت الصراحه شويه في الاول كتكون تماره. بالنسبه كيكون في المناسبات ديال عيد ميلاد، كيكون ديال الزياده، كيكون فاش كيكون شي ايفينمون بحال هكا اي واحد بغى يدير شي حاجه عادي كتكون غاطو يعني دابا ولا اي حاجه كتدخل فيها هادشي ديال لي غاطو. صراحه اي واحد بغى يدير شي كيف ما عرفتش كيفاش غنشعلك، اي واحد زعما بغى يعني بحال دابا الناس يلاه كيكونوا مزوجين كيدوزوا عام كيديروا كيحتفلوا بيه، الناس فاش كتكون يلاه كتحمل كتبغي تعرف واش بنت ولا ولد ولا كيديروا لي غاطو يعني هادشي ولا دابا بزاف. بالنسبه لراس العام فاش كتكون لا بروموسيون كيكون اقبال حيت ديما في راس العام كيكونوا لي بروموسيون. بالنسبه لهذا الكيك ديزاين صراحه انا ما خدمتوش هذا العام كبروموسيون، مي بالنسبه لاير كيك كيكون في بروموسيون يعني بحال كتحسب 200 درهم الكاطو كبيره، ابري درت لي ميني كيك لي بوكس لي ميني كيك كيتحسبوا ب 80 درهم. صراحه ما حسبتش حيت اغلبيه خرجت حوايج في الكريسماس صراحه ما رديت ليهمش البال وكانوا ديزانيفيرسير اصلا داخلين في هذا الشيء. ودابا تقريبا اللي غادي نخرج دابا مؤخرا اللي غادي نخرج عندي 10 ديال لي كوموند هما اللي بقاو. ايه ان شاء الله علاش لا، غادي نكبر المشروع وغنزيد به القدام. هذاك الشيء اللي كنتمناو ان كلشي يخدم دابا وكلشي يوليو عنده فرص الشغل. ضروري غتدخلي معاك الناس اللي خدموا معاك حيت راه ما يمكنش تكملي البروجي ديالك بوحدك خصوصا انه غيكونوا بزاف ديال لي كوموند تزادوا. صراحه كتكون كنفرق بيناتهم يعني الحياه الشخصيه راه شخصيه والمهنيه كتكون بوحدها، يعني فاش كتكون شي كوموند ولا شي حاجه ما كننسى الحياه الشخصيه بتاتا. بالنسبه للكيك ديزاين صراحه 3 جوغ، وبالنسبه لهادو لي ميني كيك عندك نهار واحد صافي كتوجدهم. بالنسبه للكوفيد صراحه اثر علينا خصوصا داك العام بزاف حيت داروا القرار ديال الحجر في اخر لحظه يعني بزاف ديال الناس ضروا فيه، مي هذا العام الحمد لله الانسان دار الاحتياطات ديالو وعرف انه رد البال وكنتمنوا من الله يرفع علينا هذا الوباء. صراحه العائله ديالي مسانداني بزاف كيفرحوا فاش كتكون عندي شي كوموند وكنخرجها كما هي كما مطلوبه مني وكيعاونوني بزاف لا ماديا لا معنويا صراحه الحمد لله.
بالنسبه للتواصل مع الناس وما زعما يعني ما عنديش محل ما حتى شي حاجه صراحه. كاين الاي كوميرس اللي ولا هو اقبال كبير دابا عند بزاف ديال الناس. عندي باج في انستغرام اللي هي الاء ديليس. ابري كاين تيك توك الميم نو. وبالنسبه لهذا لي كليون اللي كنخدم ليهم صراحه ابري كتعجبهم الخدمه كتكون عاوتاني اقبال من عند صحابهم من عند العائله ديالهم وحنا غاديين. وكنتمنى ان شاء الله نكبر البروجي ديالي وديك الساعه ندير محل ونولي مشهور اكثر. كنبغي نقول للناس كاملين سنه سعيده والله يدخلها عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله، والله يرفع علينا هاد الوباء ونوليو حسن من الاول ان شاء الله. بالنسبه للسيدات كنقول لهم كاملين كاملين انهم غير يزعموا، وكل وحده اللي عندها شي حرفه في يديها غير تطلق يديها وان شاء الله غنزيدوا القدام كاملين. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.